تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد رحمون من الإطاعة بشبكة تنشط بين ولاية قسنطينة وميلا يحترفون السرقة وإعادة تسويق المسروقات بالولايات المجاورة إن تم استرجاع جلها. وقال القضية تعود إلى تعرض محلي بيع مبيدات الحشرات، أزمدة مائية، بذور زرع، مرشات محورية وآلة نزع الحشيش للسرقة، حيث تقدر القيمة المالية للمسروقات بحوالي 550 مليون سنتيم. على الفور باشرت الفرقة المختصة إقليميا بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالخروب الإجراءات اللازمة، وبعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف 9 أشخاص وثلاث مركبات مستعملة في ارتكاب الجريمة مع استرجاع معظم المسروقات.